السلام عليكم. طيب الليلة حيكون الفيديو مختلف حبتين، لأنه أنا لا كاتب له سكريبت ولا عارف، أو مش عارف، لكن عارف هتكلم عن شنو، لكن عارف بالضبط الحقيقة حاجة ولا شنو. فده فيديو فيه نصايح في ثلاثة حاجات، في أنها تبدأ تسافر، وأنها تبدأ في مجال البرمجة، وأنها تقدر تشتغل. تمام، ثلاث حاجات مع بعض. طيب خلينا نبدا. اول حاجه، انا احمد زول كانت لي اول فرصه انه يسافر في دول افريقيه كثيره، ومؤخرا دوله عربيه برضو اللي هو مصر. مصر دي اخر دوله انا سافرتها، تخيل معي. واشتغلت برضو في كم شركه، منها شركات سودانيه، ومره منها شركات افريقيه، وجزء منها عالميه. يعني في جزء منها كان مثلا الماني كيني، جزء منها كان امريكي سيراليوني، فكلمات غريبه حبتين. طيب خلينا نبدا اول حاجه في الموضوع بتاع السفر. واول حاجه ممكن تجي في بالنا من زول يسافر، الخوف. أنا بيكون خايف لأن تكون تسافر. ليش؟ لأنه السفر فيه متغيرات كثيرة، فيها variable كتير ممكن يحصل. تمام، بابتداء من تقنع ناس البيت، أو تقنع ناس البيت القروش هتجيبها من وين، هتسافر كيف، هتنزل مع منو، هتشوف شنو، هل السفر دي هتكون كويس ولا ما. في كمية من الحياة اللي انت بتفكر فيها في راسك. تمام، ودائما انت بتخط السيناريو الأسوأ، انه انا ما حلقى قروش، ما حلقى طيارة، ما 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 حيد بشكل كده. لكن الحقيقة انا بقول لك انه يعني غمض كده، توكل على ربنا، وابدأ الاجراءات طوالي. يعني ما تخط الخوف، خط انه داري اعمل الاجراء الفلاني. تمام، طريقة دي حتسهل لك الامور كتير شيء. فبيزيك انت لما تكون تسافر عندك محتاج حاجتين، محتاج انه حاجة تدخلك الدولة الثانية اللي هي في دول احنا ندخلها بدون فيزا، وفي دول احنا ندخلها بدون فيزا. انا ما عارف الدول بيدخلوا بدون فيزا في السودان شنو، او كسودانيين شنو. لكن اذا مثلا عادت تدخل مصر القريبة وانت ولد محتاج فيزا، انت بيت ما محتاج فيزا. تمام، الحاجة الثانية انت كيف تصل للنقطة دي اللي هو للدولة الثانية، اللي هو سواء كان بالطيارة، بعربية، بباص، بكذا بكذا بكذا، بباخرة. انتهيت من الحاجة دي طوالي حتمشي فينك انت، حتعمل شنو هناك، وحتلاقي من هناك، وحتسكن من هناك. فدي بعد ذلك بتبقى التفاصيل الأكثر. أول نصيحة بالنسبة للموضوع بتاع السفر إنه يتوكل، وخط الرحمن في قلبك، وأبدأ طوالي في الإجراءات بتاعة الحاجة دي. لأنه قدر ما يتأخر، قدر ما بيجيك أفكار إنه والله يا أخي الحاجة دي حتظبط، ما حتظبط. فدي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الموضوع بتاع السفر إنه هو بعد شوية بيتحول لك من إنه هو عبارة عن حاجة بتخاف منها لأنها هي عادة. تمام، انا نسيت حاجه هنا، ماشي هذا اللي تبدا السفر بانك تسافر برا السودان. ممكن تسافر من بدل الحاج يوسف، دي سفره. تمام، ممكن تسافر من الخرطوم للشماليه، ممكن تسافر من الخرطوم لدارفور، ممكن تسافر من الخرطوم لكسلا، لاي حاجه. دي عباره عن سفر، وبرضه بتوريك حاجات كثيره شديد. هنا من السفر نمشي للموضوع الثاني الا وهو البرمجه. اذا انا مبرمج مبتدئ او داير اخش المجال بتاع البرمجه، شنو الحاجه اللي انا ممكن اعملها، الحاجه اللي ممكن تعملها؟ سؤال ممتاز. طيب اول حاجه ممكن تعملها انه ابعد شيء من انك تلقى تيتوريالات كثيره. تمام، حاجه شخصيه تماما، الكتب احسن من التيتوريالات، دي حاجه شخصيه تماما بالنسبه لي. لكن ابعد من انك دائما تخوض في بالك انه انا الحاجه دي ما فاهمها. تمام، لازم افهمها، لازم افهمها، ولازم افهمها، ولازم اتعمق فيها وكده. النصيحه اللي بديها لك ولاي زول مثلا في كوت سودان انه اعمل مشروع. يعني يقول انه انا داير اتعلم مثلا ويب ديفلوبمنت عشان داير اعمل لي موقع لي انا، بيوري الناس تاني انا بعرف شنو، وابدا اعرف الحاجه اللي بتعمل بهالطريقه. بكده تكون عملت حاجتين، بنيت حاجه، وفي نفس الوقت بنيت السكيلز بتاعتك. جود. طيب نيجي للنقطه الاخيره الا وهي الموضوع بتاع الشغل. اثناء ما انا كنت شغال، واثناء ما في ناس كانوا شغالين معي، في حاجه شفتها انها هي مهمه شديد تاخذها انت كموظف، الا وهي انك تكون زول مبادر بانك تحل المشكله. بيزك للشغل كله عباره عن ناس بيحلوا مشاكل، مشاكل ممكن تكون سهله، مشاكل ممكن تكون صعبه، على حسب. فالحاجه اللي انت محتاج تعملها انه توري انك انت زول بتقدر تحل المشكله دي، وانك انت ما محتاج انه لازم الزول يقول لك مش حل المشكله دي، انت تقدر تعرف براك انك المشكله شنو، انت مش تحلها. ودي حاجه مهمه خالص، يعني المدير بيقى له زول بيساعده في حل المشكله، ما بيزيد عليه العب بتاع حل المشكله دي. بس دي الحاجه اللي انا داير اقولها، وان شاء الله تكون يعني مفيده بالنسبه لكم. لحد ما يتلاقى المره الجايه، مع السلامه.